مساء الخير متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيه جديده من هنا من محافظه البحر الاحمر، حيث شهد طريق سفاجه الغردقه حادث انقلاب اتوبيس يعني منذ لحظات بسيطه، وتم الدفع ب 17 سياره اسعاف لموقع الحادث طبقا لتصريحات مسؤولين هنا في محافظه البحر الاحمر لتلغراف مصر. متابعينا متابعه تلغراف مصر، نرصد لحضراتكم حادث مأساوي شهده طريق سفاجه الغردقه وتحديدا امام قريه ام الحويطات قبل مدينه سفاجه جنوب محافظه مدينه سفاجه، واكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصه لتلغراف مصر حتى الان 22 حاله اصابه في هذا الحادث. متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، بنرصد لحضراتكم شهد طريق سفاجه الغردقه طريق البحر الاحمر جنوب محافظه البحر الاحمر حادث مأساوي انقلاب اتوبيس، وتم الدفع ب 17 سياره اسعاف لموقع الحادث فور اختار غرفه عمليات محافظه البحر الاحمر لغرفه عمليات اسعاف مرفق اسعاف البحر الاحمر، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث وايضا رجال الشرطه في موقع الحادث لمتابعه انقلاب هذا الاتوبيس. متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، وحتى الان 22 مصاب وما زالت سيارات الاسعاف ايضا في عمليه نقل المصابين الى اقرب المستشفيات لموقع الحادث. متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، وكان منذ قليل صرح مصدر مسؤول بمحافظه البحر الاحمر ان هناك 22 مصاب حتى الان وما زالت عمليه نقل المصابين مستمره. متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، أكد لحضراتكم من هنا محافظة البحر الأحمر متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، بنرصد لحضراتكم حادث مأساوي شهده طريق السفاجة البحر الأحمر جنوب محافظة البحر الأحمر انقلاب اتوبيس، وفور اختار غرفة عمليات المحافظة تم الدفع من قبل مرفق إسعاف البحر الأحمر ب 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وكانت هناك تصريحات خاصة لمصدر مسؤول لتلغراف مصر في تصريحات خاصة أن هناك حتى الآن 22 مصاب ولم يتم حصر عدد المصابين حتى الآن أو كشف ملابسات الحادث. متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، أكد لحضراتكم متابعينا متابعي تلغراف مصر نحن الآن يعني بنغطي لحضراتكم حادث مأساوي شهده طريق البحر الأحمر وتحديدا جنوب محافظة البحر الأحمر في طريق سفاجة الغردقة انقلاب اتوبيس جنوب محافظة البحر الأحمر، فور اختار غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، على الفور تم الدفع ب 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث ولم يتم حصر عدد المصابين حتى الان او معرفه سبب الحادث. متابعينا متابعي تلغراف مصر، ولكن اكد مصدر مسؤول في محافظه البحر الاحمر ان هناك حتى الان 22 مصاب يتم الان عمليه نقلهم الى اقرب المستشفيات من القرب من الحادث، وما زالت عمليه البحث عن المصابين حتى الان مستمره ولم يحدد بعد معرفة أسباب الحادث وحجم المصابين، ولكن حتى الآن 22 مصاب في هذا الحادث الأليم الذي شهده طريق جنوب محافظة البحر الأحمر. متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، نذكر حضراتكم مرة أخرى متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، شهد طريق جنوب محافظة البحر الأحمر منذ لحظات وتحديدا طريق مدينة سفاجة الغردقة جنوب محافظة البحر الأحمر أمام قرية أم الحويطات جنوب مدينة سفاجة حادث مأساوي لانقلاب اتوبيس، ومن جانبه دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث ولم يتبين حتى الآن أسباب الحادث،
ولكن أكد مصدر مسؤول هنا في محافظة البحر الأحمر أن عدد المصابين حتى الآن 22 مصاب، يجرى الآن نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ولم يتم حصر عدد المصابين حتى الآن متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان. مرة أخرى أؤكد لحضراتكم متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، صرح مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لتلغراف مصر أن هناك 22 مصاب في حادث انقلاب اتوبيس جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدا في مدينة الغردقة، في مدينة سفاجة عذرا، جنوب مدينة سفاجة وبالتحديد يعني أمام قرية أم الحويطات جنوب محافظة البحر الأحمر. وأكد المصدر في تصريحات خاصة متابعينا متابعي تلغراف مصر أن هناك 22 مصاب حتى الآن، ولم يتم حصر عدد المصابين بالكامل، ولكن الآن تجرى عملية نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لموقع الحادث لتلقي العلاج، ولم يحدد بعد سبب وقوع الحادث متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان. مرة أخرى نذكر متابعينا ومشاهدينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، شهد طريق جنوب محافظة البحر الأحمر وبالتحديد طريق مدينة السفاجة الغردقة أمام قرية أم الحويطات حادث مأساوي لانقلاب اتوبيس، ومن جانبه دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث. وأكد مصدر مسؤول هنا في محافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان أن عدد المصابين حتى الآن 22 مصاب، يجرى الآن نقلهم إلى أقرب المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ولم يحدد حتى الآن أسباب الحادث. وأيضا أكد المصدر لم يتم تحديد حجم أو عدد المصابين في هذا الحادث، وتجرى الآن عملية نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لموقع الحادث متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان. نرصد لحضراتكم من أرض الواقع تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهده طريق جنوب محافظة البحر الأحمر وبالتحديد جنوب مدينة سفاجة أمام قرية أم الحويطات. وأكد المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لتلغراف مصر أن حتى الآن وصل عدد المصابين إلى 22 مصاب، ولم يتم تحديد أعداد المصابين حتى الآن، وتجرى عمليات نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات القريبة من موقع الحادث متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان. بنرصد لحضراتكم تفاصيل هذا الحادث المأساوي الذي شهده طريق جنوب محافظة البحر الأحمر وبالتحديد مدينة سفاجة أمام قرية أم الحويطات. من جانبه دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر ب 17 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج. حادث مأساوي، ومن جانبها أيضا أعلنت صحة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ بمستشفى سفاجة المركزي ومستشفى الغردقة العام لاستقبال مصابي حادث اتوبيس جنوب البحر الاحمر الذي راح يعني في هناك اصابات 22 شخص حتى الان، ولم يتم حصر اعداد المصابين حتى الان، وتجرى عمليات نقل المصابين الى اقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
متابعينا متابعي تلغراف مصر في كل مكان، رصدنا لحضراتكم اهم التفاصيل لموقع لحادث اتوبيس جنوب البحر الاحمر، وانتظرونا في تفاصيل اخرى طبقا لتصريحات المسؤولين هنا في محافظة البحر الاحمر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.